السلام عليكم. النهاردة مع بعض ان شاء الله هنشوف الفرادة بتاع الاسفلت، ايه هي مكونات الفرادة واهم الاحتياطات لازم ناخدها علشان نطلع طبقة اسفلت مظبوطة. في البداية الهدف من استخدام الفرادة هو ان انا اطلع طبقة اسفلت بعرض المطلوب، ان انا اطلع طبقة الاسفلت بالعرض المطلوب والسمك المطلوب ودرجة الميل المطلوبة، واطلع طبقة اسفلت متجانسة والسطح بتاعها مستوي وناعم، يعني مفيش فيه اماكن او اسطح اماكن انفصال حبيبي، الاقي فيه اماكن خشنة واماكن ناعمة. بداية هنلاقي عندنا ان في نوعين من انواع الفرادات. النوع الاول اللي بيكون موجود على كتينة او جنزير، والجنزير ده بيكون موجود في الفواصل بتاعته بلاطات من الرابر او المطاط علشان تسهل عملية الحركة بتاعتها وتحافظ على اسطح اللي هي هتمشي عليها، سواء اسطح طبقات ترابية او اسطح طبقات اسفلتية. والنوع التاني من الفرادات اللي بيكون موجودة على رابر او كاوتش، وطبعا بحدد هنا نوع الفرادة اللي انا هستخدمها بناء على نوع المشروع والطبقات اللي هي ماشي عليها. بعد كده هنلاقي ان الفرادة بتتكون من جزئين مهمين جدا. الجزء الاول هو وحدة الجر، واللي بتكون مسؤولة عن توفير الطاقة الحركية للفرادة علشان تتحرك للامام، وبعد كده تبدأ تدفع الشاحنة بتاع الاسفلت، لان الشاحنة بتاع الاسفلت المفروض انها بتكون حرة الحركة، يعني ما بيكونش واخدة غيار او بتتحرك من نفسها، ولكن بتكون مستندة على المقدمة بتاع الفرادة، والفرادة بتبدأ تدفعها اثناء الحركة بتاعتها. وحدة الجر كمان بيكون مسؤولة عن تحريك الاسفلت من صندوق التغذية اللي موجود في الامام اللي هو الهوبر، علشان تاخد الاسفلت ده عن طريق الكونفوير او السيور اللي هي مسؤولة عن نقل الاسفلت لمؤخرة الفرادة، علشان يروح عند الاوجر او اللي هو عمود البريمة علشان تبدأ عملية خلط الاسفلت. اما الوحدة التانية او الجزء التاني من الفرادة فهو وحدة التسوية او السكريد، واللي بنسميها المندلة، ودي بيكون عبارة عن ثلاث بلاطات. ولما نقول بلاطة فتخيل انها بلاطة، لكن بلاطة معدنية سميكة طولية، ودي بتكون في مهمتها هي تنعيم سطح الاسفلت او تنعيم سطح طبقة الاسفلت وتحقيق نسبة من الدمك المطلوب في طبقة الاسفلت، وهي نسبة حوالي 70%، والبلاطة دي بتكون عايمة على سطح طبقة الاسفلت علشان زي ما قلت تنعم طبقة الاسفلت وتحقق نسبة من الدمك المطلوب. البلاطات دي بتكون عبارة عن ثلاث بلاطات، بلاطين في الاطراف وبلاطة في المنتصف، وطبعا البلاطات اللي في الاطراف لو سبق البلاطة اللي في المنتصف يعني ناحية المقدمة فالفرادة دي هتسمى فرانت ماونت، اما لو العكس فهتسمى رير ماونت، يعني البلاطات اللي في الاطراف ناحية الخلف. مهم جدا قبل ما نبدأ عملية الرصف ان احنا نتأكد ان البلاطات دي مستوية مع بعضها تماما على منسوب واحد، ونتأكد ان البلاطات نظيفة تماما، مفيش اي مواد من الخلطة الاسفلتية ملتصقة في البلاطات علشان ما تعمليش خطوط في سطح طبقة الاسفلت، واتأكد ان انا سخنت البلاطات دي، لان البلاطات دي مزودة بوحدة تسخين بسخنها قبل ما ابدأ عملية الرصف علشان اطمن ان الخلطة الاسفلتية مش هتلتصق في البلاطات دي وتعمل لي مشاكل في سطح طبقة الاسفلت. وقت وصول الشاحنات بتاع الاسفلت المفروض ان الشاحنة بتقف امام الفرادة بمسافة بسيطة جدا، لا يفضل ان الشاحنة تفضل ترجع لحد ما تلمس الفرادة، ولكن الافضل ان الشاحنة تقف قبل الفرادة بمسافة بسيطة جدا، والفرادة تتحرك لحد ما تلمس الشاحنة وتبدأ تحركها. بعد ما يحصل تلامس بين الفرادة والشاحنة المفروض يبدأ رفع الصندوق بتاع الشاحنة بشكل تدريجي علشان تبدأ الخلطة تتدفق وتنزل من الصندوق، من صندوق الشاحنة الى صندوق التغذية اللي هو الهوبر بتاع الفرادة، بشكل مستمر وبشكل تلقائي وسلس، فما يحصلش انفصال حبيبي في الخلطة الاسفلتية وبعد كده تعمل لي مشاكل في سطح طبقة الاسفلت. طبعا بمجرد نزول الخلطة الاسفلتية الى الفرادة المفروض ان الفرادة تبدأ في الحركة بالسرعة اللي هي القصوى او السرعة اللي هي مظبوطة عليها، اللي هي المفروض السرعة بتاعتها 6 او 7،
تمام، يكون ظابطها على السرعة بتاعتها 6، فيبدأ يتحرك بالسرعة بتاعته ديت، ويكون مشغل الهزاز على 70، على درجة 70% علشان يحقق نسبة دمك تقريبا 70%، ويتجنب رفع الجوانب بتاع الهوبر او صندوق التغذية قدر الامكان، لان رفع الجوانب ده بيسبب لي خشونة في سطح طبقة الاسفلت. بالنسبة للأوجر او اللي هو عمود البريمة، المفروض ان هو يكون شغال بشكل مستمر علشان يخلط لي الخلطة الاسفلتية ويحقق التجانس المطلوب، فبيكون شغال بسرعة تقريبا من 30 الى 40 دورة في الدقيقة، فهنقول متوسط 30 دورة في الدقيقة، يعني دورة كل ثانيتين. طبعا احنا هنا في الفرادة دي عندنا مشكلة، وهي ان الاوجر مش مكمل للنهاية، يعني موجود في الجزء الوسط بس بتاع الفرادة، المفروض ان هو يكون مكمل معانا هنا للنهاية علشان يضمن لي خلط جيد للاسفلت، ويحصل تجانس للخلطة الاسفلتية وتوزيع كويس امام المندلة، وبالتالي ما يحصلش اي مشاكل في سمك طبقة الاسفلت، يبقى في اماكن عالية او اماكن هابطة، فالمفروض ان الاوجر ده يكون مكمل للنهاية. طبعا لو حصل منظر زي اللي احنا شايفينه ده كده، ولقينا خط في سطح طبقة الاسفلت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، فده سببه حاجة واحدة، وهو ان البلاطات بتاع السكريد او بتاع المندلة اللي احنا اتكلمنا عنها، في فرق في المنسوب ما بين بلاطة من التلاتة دول، فعملت الخط اللي احنا شايفينه ده، فلازم ان انا اتأكد ان المنسوب ما بين البلاطات هو واحد ومظبوط كويس جدا علشان ما يحصلش الخط ده. ده خط بارز، ده خط فيه جزء منخفض وجزء عالي، فده دليل على فرق منسوب. لكن لو لقيت فيه حفر في طبقة الاسفلت، فمعنى كده ان في جزء من الخلطة الاسفلتية التصق مع البلاطة بتاعة المندلة، فعمل حفر في سطح طبقة الاسفلت، فلازم انظف المندلة كويس جدا او انظف البلاطات، وده مش هيحصل نهائيا طول ما الخلطة الاسفلتية سخنة وطول ما البلاطات بتاع المندلة سخنة. طبعا البلاطات بتاع المندلة ديت مجهزة انها تفتح وتقفل علشان اقدر اتحكم في عرض طبقة الاسفلت اللي انا بنفذها، ان انا ازودها او اقللها، وبالتالي ان انا اقدر اقفل مع الارصفة اللي موجودة عندي. يعني انا لو عندي رصيف انا عملت نص الطريق مثلا وده النص التاني، فاقدر ان انا اكون لاحم مع الرصيف، او ان انا الف مع الطريق بشكل كويس مع حدود الرصف. وطبعا المنظر اللي احنا عاملينه ده ان احنا واقفين على سطح طبقة الاسفلت، انا لا اقبله، بس انا اضطريت ان انا اعمله علشان اوضح لكم المنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنلاقي ان الفرادة مجهزة ان يكون فيه هنا زي رصيف او منصة عشان يقف عليها الناس اللي او الاشخاص اللي هيتحكموا في سمك طبقة الاسفلت وعرضها. انا زي ما قلت لحضراتكم ان المندلة قابلة انها تضم او تفتح علشان اتحكم في عرض طبقة الاسفلت، تمام؟ فانا من هنا هقدر ان انا اتحكم في المندلة. كمان بتحكم في المندلة ايه؟ في المنسوب بتاعها، ان انا ارفعها او انزلها، تمام؟ هنا بتحكم فيها ان انا اخليها تروح يمين تفتح زيادة، او انها تضم انها تقفل. ده بالنسبة للجزء البلاطة اللي هي اليمين. بعد كده من هنا بتحكم في اللي هو السحب بتاع الاسفلت، ان انا اجيبه من الامام، ومن هنا بتحكم في الاوجر. لحد هنا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. في الختام، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.